السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات كيف تتعلم القراءة والكتابة بدون حركات. قطعة موجودة قدامنا، سيبها لك لمدة لحظة كده تشوفها كويس وحاول تقرأها مع نفسك الأول كده، وبعد كده نقرأها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ونبدأ على بركة الله. ركز معي عشان تقرأ بدون حركات. أولا عشان تقرأ بدون حركات لازم تكون قرأت كتير بحركات وكتبت كتير، وإحنا نبهنا قبل كده أكثر من مرة عشان تكتب وتقرأ بدون حركات لابد أن تكتب بحركات في صفحة، وفي الصفحة المقابلة تكتب نفس الموضوع بدون حركات وتقرأ بدون حركات مرة واثنين وثلاثة. طيب لو عملنا كده هنعرف نقرأ كتير بدون حركات، لكن النصيحة المهمة جدا انت لازم تقرأ الكلمة اكثر من مرة. اتعلم بقى ازاي تقرأ صح، كيف تقرأ وتكتب صح او بطريقة صحيحة. تقرأ الكلمة اكثر من مرة، وبعد ما تقرأ الكلمة أكثر من مرة قبل ما تكتبها قسمها إلى مقاطع صوتية، قسمها إلى مقاطع صوتية، وابدأ حددها كم حرف، الكلمة دي اسمها إيه وكم حرف. لو الحروف طلعت معاك مظبوطة يبقى أنت قرأت كويس جدا الكلمة. تأكد هتكتبها إملاء كويس جدا جدا ومش هتنساها، لكن هنقرأ الكلمة أكثر من مرة ونحددها مقاطع صوتية، وبعد كده نحددها حروف، وبعد كده نكتبها. طيب حددناها حروف وكتبناها وطلعت مظبوطة، كل مرة يا أستاذ هعمل كده؟ كل مرة هتعمل كده لفترة بسيطة جدا. اللي بيحصل كالآتي، اللي بيحصل إن أنت حبيب قلبي الذاكرة بتاعتك بتحتفظ بشكل الكلمة. ما تقولش أنا بحفظ الكلمة بحفظ الكلمة، لا، أنت ما بتحفظش الكلمة، أنت الذاكرة بتحتفظ بشكل الكلمة وتفضل عندها مخزنة. وقت ما تجد هذه الكلمة في أي وقت على طول الذاكرة بترسلها ليك، فبتقرأها بكل سهولة. عود نفسك على كده عشان تقرأ صح بدون درس وبدون أي حاجة خالص. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هقرأ الكلمة دي هقرأ إزاي؟ أخذنا من قبل الحروف الزائدة عن الكلمة، وهي الحروف أيه هنكتبها إيه؟ حرف الواو والفاء والكاف والباء واللام. طيب حرف الواو والفاء والكاف دول كلهم حروف مفتوحة، والباء مكسورة واللام مكسورة، تمام. حرف الباء حرف زائد، إذن الكلمة من غير الباء اسمها إيه؟ انظر للكلمة كده، ما تقولش قال، لا مش قال خالص. ليه يا أستاذ ما فيها ألف ولام أهي بعد الباء؟ بعد ما حذفنا الباء كأنها مش موجودة في ألف ولام. أيوه في ألف ولام، بس في إيه بعد الألف واللام؟ في شيء، والشين من حروف اللام الشمسي. يبقى اذا في الوقت ده انا مش هقرا اللام، امال هقرا ايه؟ لا ده انا مش هقرا اللام، ده انا مش هقرا اللام ولا الالف. ليه؟ لان اللام حرف من حروف اللام الشمسي، وتحدثنا من قبل ان الحرف الزائد بيحذف الالف الذي ياتي بعده نطقا، يعني ما انطقوش كمان. يبقى ولا هنطق الالف ولا هنطق اللام، يبقى هنطق ايه؟ الباء. هنطق الباء مع الشين مرتين. اقول ايه؟ بالشكر ولا بالشكر ولا بالشكر؟ اهي خليت لك الشين مفتوحه ومكسوره ومضموم. بالشكر ولا بالشكر ولا بالشكر؟ بالشكري. بالشكري. والراء هنا مكسوره لان الباء دي حرف من حروف الجر. هنيجي للكلمه دي، ممكن تكون دي مد، ممكن تكون دي مد،
ولما يكون دي مد يبقى الدال على ضم. نقول ايه؟ تدوم ولا تدوم ولا تدوم؟ تدوم بالشكر تدوم. ها النون هنا برضو لام شمسي، ينطهنط اللام مع النون، الالف مع النون. أنا ولا أني ولا أنه؟ نكمل الكلمة. النعم ولا النعم ولا النعم؟ ها النعم، يبقى بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم بكل سهولة. ابدأ شوف الكلمة الأول والقواعد الإملائية في الكلمة. الكلمة دي ما فيهاش ولا مد ولا فيها أي حاجة خالص. ينفع اقول جلسة ولا جلسة ولا جلسة؟ جلسة. الكلمة دي فيها ألف ولام حبيبي، والحرف اللي بعد اللام حرف من حروف اللام القمرية اللي هو حرف الألف، لأن حروف اللام القمرية الشمسية التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. ولا حرف من ال 14 اللي أنا قلتهم فيهم الحرف الالف، فاذا الالف من حروف اللام القمريه. يعني ايه حروف اللام القمريه يا استاذ؟ يعني هقرا الالف واللام، مش معنى مش هشيل اللام خالص زي دي كده اني لا، هقرا الالف واقرا اللام. الالف واللام حبيب قلبي في اللام القمريه، في حروف اللام القمريه دائما الالف مفتوح واللام ساكنه. يبقى لما بقرا هنا اقرا اقول ايه؟ ال. وهنا الف على همزه فوق يبقى ا. ال ا الاصاد دي هنا في مد؟ قا قا همزه هنا، الهمزه هنا الف تقرا زي الالف بالظبط. الاصدقاء الاصدقاء، هي جلس الاصدقاء لان جلس فعل ماضي، الاصدقاء فاعل، والفاعل دائما مرفوع يرفع بالضمه اذا كان مفردا او جمع تكسير. جلس الأصدقاء. الكلمة دي غالبيا بتقرأ كلمة ايه؟ حول على طول، أكثرها حول، قليل جدا لما تأتي حول حسب. وخد بالك الكلمة بتقرأ حسب موقعها في الجملة، طالما أنت بتقرأ بدون حركات ركز شوف الكلمة في الجملة وضعها ايه. حول والدي إلي أو لي الأموال، هنا ما اقولش حول والدي لي الاموال، حول، وهي نفس الحروف لكن الكلمه في الجمله السابقه حول لي والدي الاموال، حول يعني ارسل لي اموال. هنا جلس الاصدقاء حول في محيط، حول ايه؟ هننظر للكلمه دي، الكلمه دي فيها ايه؟ حرف الميم، وحرف الميم من حروف اللام القمري، يعني هقرا الالف واللام. والميم هنا فيها مد بالالف، يقرا الميم مع المد. والهمزه الموجوده على نبره لابد ان تاتي مكسور، يبقى ايه؟ يبقى المائده، ها المائده، حول المائده، المائده. التاء المربوطه دي تقرا ها؟ تقرا التاء المربوطه ها، حول المائده. طيب هنيجي ننظر الكلمه ليه؟ هذه الكلمة في مد؟ أيوة في مد. ركز الأول شوف الكلمة فيها مد، فيها تنوين، فيها شدة، لام شمسية لام قمرية عشان تقرأ صح. الكلمة دي فيها مد، القاف، القاف تقرأ مع الألف، والفاء من الحروف الزائدة يعني، والفاء مفتوحة يبقى فاء، فقا أظن واضحة جدا بقى، فقا لا ما ينفعش أقول فقالي، فقالا. الكلمة دي دائما تأتي بهذا الشكل، أخي أخي، ما قرأش غير كده أخي. وبعض الكلمات كثير جدا أخذناها في حلقات سابقة اسمها كلمات لابد من معرفتها، اللي هي فيها الكلمة دي. الهاء مد ودي إيه؟ ألف مكسورة بعدها نون، يبقى إن إن إنها إنها لا إنها إنها. يبقى برضو الكلمة دي من الكلمات اللي لابد أن تعرفها أيضا، إنها. هننظر لهذه الكلمة، في مد هنا؟ أيوة في مد، الواو مد تمام،
والالف عليه فتحه والنون يبقى ان ان و ها انواع انها انواع ها ناخد الكلمه دي العين الكلمه فيها مد ايوه العين مد يا استاذ يبقى عا طب يبقى طعا ها طعام طعام انها انواع طعام ها ناخد هذه الكلمه ممكن تكون مد ممكن تكون مد خد بالك هنا لازم اقول في مد وهنا لازم اقول في مد لان هنا الف بدون همزه معروف ان هو مد اما الياء او الواو ممكن تكون مد وممكن ما تكونش مد يعني دي ما ينفعش مد ما هي واو اهي بس ما ينفعش مد تمام طب هنا في مد ممكن يبقى ناخد المد مع الممدود الاول نشوف هتقرا مد ولا مش مد ذي مش كده يبقى لا ذي طب معامله الذال مكسوره ليه لان مد بالياء لا ذي ذات لذيذه لذيذه ناخد الكلمه دي في مد ايوه يا اداه من ادوات النداء يا ودي ايه بقى اب ابي مد بالياء اهو ابي يا ابي يبقى بالشكر تدوم النعم جلس الاصدقاء حول المائده فقال اخي انها انواع طعام لذيذه يا ابي تمام قرانا السطر ده ما اقولش انا قرات واكمل اما تيجي تقرا تقول جلس جلس انا قراتها وشفتها يا استاذ طب هي كم حرف الجيم والسين واللام لا الجيم واللام والسين جيم ولام وايه وسين الاصدقاء ال يبقى الف ولام وارجع اقول الكلمه ثاني ال ا يبقى الف ولام والف الاص يبقى الف ولام والف وصاد الاصدي يبقى الف ولام والف وصاد ودال ق قاف يا استاذ مد بالالف وهمزه على الصاد وتكتب همزه على الصاد لان هي همزه متطرفه يسبقها الف مد تكتب الهمزه على الصاد اذا كانت متطرفه ويسبقها الف ايه مد ناخد الكلمه اللي بعديها ونقول فق اهي نفس الكلام يا فين ما خدناش قبل كده لا ما خدناش قبل اهي لا خدنا فقال هنا بقى ايه ما تقولش ابي ما تبصش الكلمه كده الف وب يبقى ابي زي دي لا طبعا الف ولام والف يعني معنى كده هننطق الالف وهننطق اللام وهننطق الالف ليه يا استاذ ليه هننطقهم لان الالف واللام هنا الالف من حروف اللام القمريه يبقى هننطق الالف واللام ال ا الاب فقال الاب نعم 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 يا بني يا بني فقال الأب نعم يا بني ولا نعم يا بني نعم يا بني طب هعرف ازاي يا استاذ اقرأ يا حبيبي كتير لو قرأت كثيرا هتعرف مجرد ما تنظر للكلمة قال الكلمة احتفظت انت بيها خلاص يعني الكلمات دي تكتبها اكتر من مرة غايب املاء وتكتبها اكتر من مرة هتقابلك هيقابلك الكثير من هذه الكلمات في اماكن اخرى مجرد ما تشوفها تقرأها بسهولة مجرد انك تراها هتقرأها بكل سهولة يا بني طبعا خلاص دي انها خلاص شوف انا شكلت لك دي بالذات ليه عشان دي نفس الحروف لكن دي تنطق بشكل ودي تنطق بشكل اخر دي نعم نعم يا بني انها ما ينفعش اقول انها نعم 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 انها نعم ازاي نعم انها نعم 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 اهي نعم ها الكلمه دي ايوه مد يا استاذ اتفق مد طيب تحتاج تحتاج ولا تحتاج تحتاج ها الى معروفه شوفها كده تقراها الى على طول الى ايه
برافو عليك. الشكري الشكري ري، والراء دائما برضو مكسوره لان سبقها حرف من حروف الايه الجر، حروف الجر في والى وعن وعلى ومن والباء والكاف واللا. اي كلمه تيجي تتصل بها باء او كاف او لام وكون اسم لازم تكون مكسوره في الاخر او قبلها حرف من حروف الجر الى او في او من او عن. ها طب ناخد الكلمه دي، ده دي كبيره قوي يا استاذ، مش كبيره ولا حاجه، اقرا معايا كده. عرفنا ان دي ايه، ان الفاء ممكن تكون زائله فمفتوحه، والباء بطبيعه الحال زائده فمكسور. طب ايه اللي عرفنا بطبيعه الحال زائده؟ لان بعدها الف ولام اهو، يبقى اي كلمه فيها الف ولام كل الحروف التي تسبقها حروف زائده، فالفاء مفتوحه والباء مكسور. انا قرات هنا قلت ايه؟ بالشكري. طب امال هنا ايه؟ هزود الفاء بس، يبقى فبالشكري فبالشكري. ها تا تدوم. ها هي بقى اهي النعم، فبالشكر تدوم الايه النعم. طبعا احنا ايه هناخد كمان جمله املائيه وهناخد املاء كمان عليها. هنقول نكتب كده وعليكم وعليكم، هناخدها بقى بلون تاني كده عشان ايه يبقى عارفين ان دي املاء. وعليكم و عليكم، من يكتبها قبلي عليكم عليكم موضحة نفسها و ع لي و ع لي كم بالكاف وليست بالقاف وعليكم. طب انت ما حطيتش الف يا استاذ، ليه؟ بتقول ان الحرف الزائد بيحذف الالف نطقا، انت ليه ما حطيتش الف بعد الواو؟ لان الحرف اللي بعد الواو حبيبي عليه فتحه، لو الحرف اللي بعد الواو ده ساكن يبقى فيه الف بعد الواو. لو الحرف اللي بعد الواو ساكن يعني ايه؟ كلمه ايه؟ والولد وال نطقت الواو اهي ونطقت اللام ساكنه وال، يبقى فيه هنا الف بتاعت الولد، لان لو حذفت الحرف الزائد لا يؤثر على الكلمه. يبقى انا لما ما حطيتش الالف وهحذف الواو وما حطيتش الالف يبقى دي اسمها ايه؟ ولا لا 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 ده اللام ساكنه، هو في كلمه تبدا بحرف ساكن؟ لا يمكن، لا يجوز. ها وعليكم بالتحلي، الله على الكلمة الجميلة دي. بالتاء الباء مكسورة ونطقت التاء مرتين، بالتاء بالتاء الباء مكسورة ونطقت الحرف التاء مرتين اتنين، أولا الباء زائدة فبالتالي في ألف هنا لازم يتحط. ليه يا استاذ؟ ده انت نطقت التاء عليها شده وفتحه، طب ما هي التاء حبيبي اللي عليها شده دي عباره عن تاء ساكنه تبدا بساكن وتاء كمان مره مفتوح. فانا قلت بت بت نطقت التاء ايه؟ وهي ساكنه. يبقى اذا الحرف الزائد اذا جه بعد منه حرف ساكن يبقى في هنا الف، في هنا ألف لابد من كتابته. تمام؟ تمام يا أستاذ. طيب في لام؟ في لام. ليه في لام؟ لأن الحرف الزائد حرف الجر بي لا يأتي إلا بعده اسم، وطالما اسم يبقى في لام، ونقول عليها اللام لام إيه؟ لام شمسية. أنا مش عارف الحرف ال بتاع ده فدي مش معقول فدي فجأة يعني كده.
نركنه على جنب كده الاول لغايه ما نخلص. يبقى هنا الكلمه ايه؟ بقول حرف الزائد دي عم بيحذف. لو حذفت حرف الباء يبقى هنطق الكلمه ايه؟ التحلي. بالتحلي بالتاء حاء حاء ادي الحاء بالتحل لا لا بالتحلي ياء. ولابد حبيب قلبي للمصريين الكلام ده لابد وضع نقطتين، لازم تحط نقطتين اتنين تحت الياء عشان تبينها ما بين هي، لان دي ياء دي ياء، اما دي اسمها مش ياء اسمها الف مقصوره اللي احنا بنقول عليها في مصر الالف اللينه. وعليكم بالتحلي بآداب. الله بآداب. طب الباء مكسوره يا استاذه ايه؟ يبقى حرف زائد. تمام. طيب الباء الحرف الزائد بيحذف الالف نطقا، اهد عليا، بيحذف الالف نطقا في حاله واحده بس. ايه هي الحاله؟ اذا جاء بعد الحرف الزائد حرف ساكن. انما بقول لي ايه؟ بآ بآ ده الالف هنا مفتوحه ايه؟ يبقى ما فيش الف محطوطه يا باشا. هنحط الالف الرئيسيه بتاعتها. بآ بآ بس قال لي ايه؟ بآ ايه دي آية يا استاذ؟ الف. هو الالف يمد؟ ايوه طبعا يمد الالف بالالف. ازاي؟ انا لما بعمل الباء وبمدها بالالف بضيف لها الف. طب الالف بقى عايز اعمل له مد، اضيف له الف؟ لا. علماء اللغه قال لك لا ما تضيفش. امال هعرف ازاي ان هو مد يا استاذ؟ قال لي تحذف الهمزه دي كده وتعمل علامه الموجه دي زي موجه البحر كده. كده ساعه ما تشوف الالف ده اهو لازم تمد، لازم تقول آه. وتحدثنا بهذا الموضوع الكثير والكثير، زي كلمه ايه؟ آمن الرسول. ماشي؟ دا اتنين مد؟ ايوه اتنين مد يا باشا. ايه المشكله؟ دا بآدا. اقول ايه بقى؟ بآدابه ولا بآدابا ولا بآدابي؟ برافو عليك، بآدابي. ليه بي؟ لان الباء حرف جر، والحرف الجر الاسم اللي ياتي بعده ياتي بنقول عليه اسم مجرور وعلامه جره الكسره اذا كان مفرد او جمع تكسير. بآداب الطعام. الطا 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 نطقت الالف مفتوحه ونطقت الطاء مرتين. الطا نطقت الطاء مرتين اهو. الط الط طالما نطق الالف مفتوح والحرف اللي بعد الالف نطق مرتين، هبص للكلمه الاول هل فيها لام شمسيه ولا ما فيهاش لام شمسيه؟ هعرف ازاي؟ كلمه الطعام، الطعام دي اسم ولا مش اسم؟ ايوه اسم اكل، اسم الاكل الطعام. يبقى طالما اسم يبقى فيه هنا لام شمسيه اللي احنا بنقول ايه؟ تكتب ولا ها تقرا او تنطق. الطعام عين مد بالالف. وعليكم بالتحلي بآداب الطعام. تمام. نكمل بقى بقيتها، بقيت القطع إملاء. بآداب الطعام. كالتسمية وكالأكل باليمين. كالتسمية دي الإملاء بتاعتك. وكالأكل باليمين وأن تمضغ الطعام جيدا فالمضغ الجيد يساعد على الهضم. ناخد الحته دي تاني. كالتسمية وكالأكل باليمين وأن تمضغ الطعام جيدا ف
فالمضغ الجيد يساعد على الهضم. في جزء من القطعة دي احنا خدناها قبل كده في حلقة سابقة، لكن كانت ايه؟ كانت في سلسلة اعرف مستواك بشكل تاني. يعني نكتفي بهذا القدر. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او 00-210-211-69941. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احبكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.